خلال العشر أيام اللي فاتوا كنا بنشوف الاختبارات والمواهب الموجودة من يمكن من سن 7 سنين لسن 17 سنة. من خلالها برضو كنا بنشتغل وبنحط الخطوط العريضة اللي هنشتغل بيها خلال السيزون، والشكل الهيكل اللي هنشتغل عليه إذا كان على النواحي الإدارية والفنية. طبعا أنا مختص أكتر بالنواحي الفنية، من خلال إن شاء الله في زي برزنتيشن هقدمه للكابتن فتحي وهقدمه للجنة الكورة، إيه اللي ممكن نشتغل فيه السنة دي، إيه اللي ممكن في تطوير قطاع الناشئين في النادي الأهلي مش للسنة دي بس، يمكن لأكتر من 5 سنين جايين. هنحاول نعمل ورش عمل على أعلى مستوى، من خلال الحمد لله من خلال دراساتي هبدأ أشتغل معهم ورش عمل مع الكابتن فتحي مبروك، هجيب كمان بعض الخبراء خاصة من ألمانيا وإنجلترا يدوا محاضرات للمدربين. يعني عايزين كمان النهوض بالمدرب، ده شيء مهم جدا، بجانب طبعا دخول الشكل العلمي في تقييم اللاعب الصغير من خلال حتى الشكل النفسي البدني، تطور النمو بتاع الولد بشكل أو بآخر. عايزين نواجه مشكلة التزوير ومشكلة التسنين، وده مهم جدا، ويمكن في السنوات الأخيرة ظهر بشكل كبير بتأثر بالسلب على الكرة. الأساس بتاعنا زي ما قلت مش عايزين يبقى أساس الفوز ببطولات الناشئين، احنا عايزين نشتغل في محورين. المحور الأولاني ان أكبر عدد من ولاد النادي الأهلي يكونوا موجودين في الفريق الأول، ده مهم جدا. الجزء الثاني كمان نحن عايزين نسوق ولادنا بشكل كويس، يعني لا مانع ان الولد عنده 16-17 سنة موهبة كويسة ممكن جدا يتسوق في أوروبا، يطلع معايشة مع أحد الفرق، يستفيد النادي الأهلي من تسويق هذا الولد، بجانب ان في بيبقى في تفريغ بشكل متكامل. وانا على الجانب الفني طبعا هتكلم مع الكابتن محمد يوسف، نتكلم مع طبعا كالتيرون طريقة اللعبة هتكون ايه. انا عرفت انها مش هتختلف كتير عن السنة اللي فاتت، عايزين نوحد طريقة اللعبة ديت يعني.